هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟ يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها، لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانة لها من التعرض للفتنة منها أو بها. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا خرجت للصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد. ولكن إذا خرجت للمسجد فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية، لأن تجتنب الطيب وتجتنب لباس الزينة وتجتنب لباس الحلي، إظهار الحلي، وتجتنب إبداء شيء من جسمها، أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها وتستر نفسها عن الرجال. فإذا التزمت بهذا فإنها يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في المسجد أيضا منعزلة عن الرجال، ما تكون في صف الرجال أو تخالط الرجال، وإنما تكون في مؤخرة المسجد إن كان معها نساء يصلين جميعا، أو تصف وحدها خلف الرجال إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية. أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك. نعم، بارك الله فيكم.